بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم 9226. أصحابكم فيه مؤسسة أحد إسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده وأشكره على إكمال عدة شهر الصيام والقيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه على توالي نعمه. فما أن انتهى شهر الصيام فوافق آخر يوم فوافق أول يوم من شهر شوال، وهو عيد الفطر، وافق عيد الأسبوع وهو الجمعة. ففي هذا اليوم اجتمع لكم عيدان، عيد الفطر وعيد الأسبوع. وفي العيد تتقارب القلوب على الود وتجتمع على الألفة، وفي العيد يتناسى ذو النفوس الطيبة أضغانهم، فيجتمعون بعد افتراق، ويتصافون بعد كدر، ويتصافحون بعد انقباض. وفي ذلك كله تجديد للصلة الاجتماعية بين الناس على أقوى ما تكون، حبًا ووفاءً وإخاءً. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، وفي العيد تذكير لأبناء المجتمع بحق الضعفاء والعاجزين، حتى تشمل الفرحة بالعيد كل بيت، وتعم النعمة كل أسرة. يتمثل ذلك في إخراج صدقة الفطر وصدقة المال والجود من صدقة التطوع على المحتاجين. عباد الله، وفي العيد معنى إنساني نبيل، وهو أنه يشرك أعدادا لا حصر لها من أبناء الأمة الإسلامية على امتداد رقعتها بالفرح والسرور في وقت واحد وساعة واحدة. فإذا بأبناء الأمة الإسلامية على اختلاف ديارهم يشتركون في السراء كما يشتركون في الضراء. عباد الله، من أراد معرفة أمة فليراقبها في أعيادها، إذ تنطلق فيه السجايا على فطرتها، وتبرز العواطف والعادات على حقيقتها. والمجتمع السعيد هو الذي تسمو أخلاقه في العيد إلى أرفع ذروة، ويمتد شعوره النبيل إلى أبعد مدى، وذلك حين يبدو في العيد متماسكاً متعاوناً متراحماً، يخفق فيه كل قلب بالحب والبر والود، ويذكر فيه المسلمون في بعض البلاد وإن نأت يذكرون مصائب إخوانهم المسلمين في الأقطار الأخرى حين تنزل بهم الكوارث والنكبات، فيرفعون أكف الضراعة إلى الله تعالى قائلين: اللهم فرج همهم، ونفس كربهم، وفك أسرهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، وفي العيد يتجلى الإيثار والبذل في أجمل صوره، ولقد كان الإيثار لدى سلفنا الصالح سمة مميزة،
حدث الواقدي وهو من كبار علماء القرن الثاني الهجري قال: كان لي صديقان أحدهما هاشمي، وكنا كنفس واحدة، فنالتني ضائقة شديدة وحضر العيد، فقالت امرأتي: أما نحن في أنفسنا فنصبر على البأس والشدة، وأما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة لهم لما عليهم من ثياب الرثة، فانظر كيف تعمل لكسوتهم. قال الواقدي: فكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة علي، فوجه إلي كيسا مختوما فيه 1000 درهم، فما استقر في يدي حتى كتب إلي الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صديقي الهاشمي، فوجهت إليه الكيس بختمه، ثم أخبرت امرأتي بما صنعت فاستحسنته ولم تعنفني عليه. فبينما أنا كذلك إذ وفاني صديقي الهاشمي ومعه الكيس كهيئته، فقال لي: أصدقني بما فعلت عما فعلت بالكيس الذي وجهته إليك. فعرفته الخبر فقال: إنك حين طلبت مني المال لم أكن أملك إلا ما بعثت به إليك. ثم أرسلت إلى صديقي الثالث أسأله المواساة، فوجه إلي الكيس الذي بعثت به إليه. قال الواقدي: فتواسينا 1000 درهم فيما بيننا، كل واحد منا 300، ثم أخرجنا للمرأة 100 درهم. ونما الخبر إلى المأمون فدعاني وسألني وشرحت له الخبر، فأمر لنا 7000 دينار، لكل واحد منا 1000 دينار وللمرأة 1000 دينار. عباد الله، أرأيتم أكثر من هذا الإيثار؟ يدور الكيس بين الثلاثة ثم يرجع إلى صاحبه الأول، ثم يقيض لهم الله فرجا بعد تلك الشدة. عباد الله، لا شك أننا تهيأنا للعيد وأخذ منا الاستعداد للعيد زمنا طويلا باللباس والمأكل ووسائل النقل، فليضف كل منا إلى استعداده استعدادا آخر أكرم عند الله، وهو استعدادك لتفريج كربة مكروب وإغاثة ملهوف. فتش عن جارك أو قريبك وسل عن حاجته، وأعنه في إدخال السرور على قلوب أبنائه، على دعوة صادقة يرفعها مكروب يفرج الله بها عنك كربة من كرب يوم القيامة. وتذكر أخي المسلم، وتذكري أختي المسلمة، في صبيحة هذا اليوم وكل منكما يهنئ أولاده بالعيد، ويجتمع شمل الأسرة على الطعام والشراب، اذكر يتامى لا يجدون في هذا اليوم ابتسامة الأب الحانية، واذكر أياما لا يجدن حنان الزوج، واذكروا عباد الله جموعا شردها الاستعمار والطغيان، فاحتلت البلاد وانتهكت الأعراض وسلبت الأموال، وهام أهلها على وجوههم، ومن عاش عاش ذليلا يرزح تحت أقدام الظلمة. فإذا عباد الله اذكروا هؤلاء جموعا شردها الطغيان، إذا هي في يوم العيد تشرق بدمعتها وتكتوي بالنار وتفقد طعم الراحة والأمن والاستقرار. تذكر أخي في الله بشهودك هذا العيد وإكمال عدة الشهر، تذكر من أصبح مرتهنا في قبره، غنيا عما خلف فقيرا إلى ما قدم. تذكر
وأنت تنتقل في يوم العيد مبتسماً، تذكر من أقعده المرض حتى بدا يتلوى كما يتلوى الحب في المقلاة من شدة ما يجد. يوم أن نتذكر هذا عباد الله تتحقق أهداف النبيلة في يوم العيد، ويكون هذا حارسا أمينا لنا من أن نمضي أوقاتنا وأيام عيدنا في لهو صاخب أو غفلة مستحكمة، فنكون كقول القائل لا نحس بإخواننا فرح هنا وهناك، قام المأتم بيت ينوح وآخر يترنم. عباد الله، إياكم والظلم، فإن مرتعه وخيم، والظلم ظلمات يوم القيامة، فظلم الإنسان لنفسه وخيم، وذلك بارتكاب المعاصي وأعظمها الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. يا من ظلم نفسه وأسرف عليها النجاة قبل أن تسأل الرجعة فلا تجاب، وظلم الإنسان لمن تحت يده من الذرية عاقبته وقيمة. فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويوم أن يظلم الإنسان من تحت يده بترك الحبل على الغارب تنقلب تلك المحبة إلى عداوة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فلا بد من القيام بحقوق الرعية عباد الله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن هناك بعض الناس أهملوا أولادهم وربما زوجاتهم وتركوهم وراءهم ظهريا، فحرموا حنان الأبوة وحسن التربية، وخرج الأولاد سبهللا وأصبحوا غصة في حلوق الناس إلا من رحم الله. ولو سألت عن والد هؤلاء لما كان موسدا في التراب دفينا، بل لوجدته حيا يرزق يسير على قدميه قادر مقتدر، لكنه مشغول في أبنائه الآخرين من زوجته الأخيرة، حتى مس الأولاد الآخرين من زوجته القديمة مسهم وأهلهم الضر، فأصبحوا يقتتون من المحسنين ومن الجمعيات الخيرية، وتخلف الأبناء في دراستهم. ولو سألت عن ولو سألت عن ذنب هؤلاء لكان الجواب أن ذنبهم أن أمهم طاعنة في السن، والأب مشغول مع زوجته الأخيرة، نسي أو تناسى أن هؤلاء أولاده، وأن تلك الزوجة قاسمته حلو الحياة ومرها. كم من زوجة تسأل وتشتكي إلى الله ظلم زوجها وهجره لها، كم من امرأة تقتات وتطلب الطعام لأولادها ووالدهم ينفق على الآخرين. ألا يتق الله هؤلاء؟ ألا يخشون من دعوة تصيبهم؟ وانظروا عباد الله، انظروا إلى نزلاء السجون من الأحداث ونزلاء دور الملاحظة، تجدوا أنهم ضحايا الإهمال من الآباء،
بل إن بعض الآباء إذا غضب على ولده قطعه وأهمله نهائيا وقال لا أكلمه ولا أعترف فيه، ويظن أن ذلك عقاب له، وما علم أن رفاق السوء بالمرصاد له حتى يوقعه في الشباك القذرة من انتهاك للعرض أو مخدرات أو غيرها، ثم يندم ندامة ربما أنه استحق إثما كبيرا، ويظل من يرى إساءة ولده يدعو على والده الذي أهمله. عباد الله، وظلم العمال أيضا، وظلم العمال من خدم وعمال في مهن شتى أيضا من الظلم الذي عاقبته وخيمة، وهذا لا يجوز. ومن ظلمهم تأخير أجورهم أو بخس حقوقهم أو تسريحهم وفرض نسبة عليهم من كسبهم هذا. وإن بعض الناس يتعدى ظلمه من العمال إلى غيرهم، وذلك بأن يفرض على العامل مبلغا من المال يؤديه شهريا لكفيله، ولا يهمه هل حصل العامل ذلك المبلغ أم لا، وإن لم يحضره فيهدده بتسفيره. ولا شك أن هذا العامل سيجهد بتحصيل المال ويعمل في الليل والنهار، والكفيل مرتاح بين أهله وذويه، ويقطف ثمرة ذلك المسكين يقطف الثمرة. ولكن عباد الله، ربما أدى ذلك أيضا إلى أن العامل لم يستطع أن يوفر هذا المال من عمله، فيبحث عن هذا المال ولو عن طريق السرقة خوفا من تسفيره، فيكون ذلك ظلما للمسلمين ونشرا للجريمة. ألا فليتق الله أولئك، وليطيبوا مطعمهم، وليكرموا من تحت أيديهم من المسلمين. عباد الله، ألا وإن من ظلم النفس أيضا وظلم الغير أكل الربا أو توكيله عن طريق البيع أو المساهمة في البنوك الربوية التي تحارب الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لا يسع كل مسلم يسمع هذه الآية وهو داخل في وصف المؤمنين إلا أن يقول انتهينا ويتوب إلى الله ويأخذ رأس ماله. عباد الله، نسأل الله أن نكون ممن أطاب مطعمه. من ذا الذي يطيق الحرب مع الله؟ لا شك أنه خاسر لا محالة. شباب الإسلام، يا أحفاد الصحابة، ويا أشبال زيد وأسيد ومعاذ والبراء، هنيئا لمن استقام على طاعة الله واستغل رمضان فرصة للتقرب إلى الله، وجبر الله مصيبة من ضيعه كما ضيع غيره. فإن لم يتب فسيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. شباب الإسلام، إنكم مسؤولون عن تصرفاتكم. أعجب من جموع غفيرة تجتمع بعد صلاة الفجر في رمضان فوق كثبان الرمال بسياراتها الفارية مثل ماء النافورة، يعلو ليهبط مرة أخرى ويعلو ليهبط وهكذا إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ثم يتجه أولئك إلى أين؟ هل يتجهون إلى مكان طاهر أو إلى بيت من بيوت الله يؤدون ركعتين لوجه الله؟ لا، بل يتجهون إلى مكان آخر ليعبثوا بالنار هناك. وأشد من ذلك عجبا أن هناك من يحضر متفرجا فقط ولا يفعل ذلك العمل، فهذا هو الذي يشجع على هذا العمل. فهل رخص الوقت عندنا إلى هذه الدرجة؟
هل رخص الوقت عندنا إلى هذه الدرجة؟ هل خلى العالم الإسلامي من الهموم والمشاكل؟ أما تتقون الله؟ أما تخافون الله في أنفسكم وفي مجتمعكم؟ العالم يموج بالفتن التي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، فتنا كقطع الليل المظلم يغشى آخرها أولها. وبعض شباب الإسلام في بعض البلاد يرزحون تحت قضبان الطغاة، ومنهم من قتل ومثل به حتى أصبحت الجثث تأكلها الكلاب والقطط في الطرقات، وأصبحت طعاما للسباع والهوام. أما تذكرون ذلك؟ أما تذكرون تلك المرأة التي انتهك عرضها، أو قتل زوجها، أو ذلك اليتيم الذي يولول فاقدا لوالديه، الذي ولد صغيرا ولم يرى أبويه بعد؟ أما تذكرون هذه المآسي فتكفوا عن هذه العمل حتى لا تجلب الشر والدمار إلى مجتمعاتكم؟ أحسب أنكم ترون أن هذا العمل يسيرا، لكن هذا العمل فيه من المفاسد ما فيه. فاتقوا الله في مجتمعكم وفي أمتكم وفي أنفسكم وفي إخوانكم المسلمين. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هذا عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغ الشاهد الغائب، فلا يسع واحدا منا يعلم من يفعل ذلك إلا أن يحذره من مغبة هذا العمل ويدعوه إلى الله. فأحسب أن نفوسهم قريبة والخير فيها متأصل، لكن يحتاجون إلى نصيحة في السر فيما بيننا وبينهم. أسأل الله الهداية لضال المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، فيومكم هذا يوم عيد عظيم، يوم هو خير الأيام، فخير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة. عباد الله، إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فلا بد أن تقام صلاة العيد وتقام صلاة الجمعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم إن من حضر صلاة العيد فإنه يعفى عنه حضور صلاة الجمعة، ولكن قال العلماء أو قال بعض العلماء: لا بد من أن يصلي ظهرا، لأن الظهر فرض الوقت ولا يمكن تركها، وإن شهد الجمعة من شهد العيد وشهد الخير ودعوة المسلمين أجزأت عنه وأثيب على ذلك. عباد الله، والتهنئة بالعيد مشروعة وليس لها صفة معينة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثما. كان يقول المسلم لأخيه: تقبل الله منا ومنك. عباد الله، ولا ننسى أن نهنئ بالعيد من أقعدهم المرض ونعودهم، فنغنم الأجر العظيم من الله. وليس من السنة في شيء ما يفعله بعض الناس عند زيارة المرضى في المستشفيات من إهداء الزهور للمرضى تعبيرا عن المحبة، بل السنة الدعاء للمريض كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه بدعة محدثة مأخوذة من أعداء الإسلام، فالمريض بحاجة إلى الدعاء، ولا تهمه في شيء تلك الزهور. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، السنة لمن خرج إلى العيد من طريق أن يرجع من طريق أخرى، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإظهارا لشعائر الله،
وقد جرت عادة الناس أن يتصافحوا ويهنئوا بعضهم بعضا، وهذه من مكارم الأخلاق ومحاسن المظاهر الاجتماعية بين المسلمين إذا كانت العبارات مباحة. وقد جرت عادة بعض الناس أيضا أن يزور القبور في يوم العيد خاصة، وليس هناك دليل من الشرع على مشروعية ذلك، فزيارة القبور مشروعة كل وقت، ولم يرد تخصيص يوم العيد لزيارتها. عباد الله، إن كل مسلم ومسلمة مطالب من إيمانه بمنطلق إيمانه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يعادي من أمر الله بمعاداته ويوالي من أمر الله بموالاته، وليعلم جيدا أن أعداء الإسلام على اختلاف طبقاتهم وتنوع أصنافهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، كما وصفهم الله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فهم يحاولون أن يعيش المسلمون في الحضيض ليكونوا في قافلة الأتباع بعد أن كانوا في العلياء. ولذلك فقد أغرق أعداء الإسلام مجتمعات المسلمين بكل ما فيه قتل للفضيلة وإنماء للرذيلة، وحولوا دلالات الألفاظ إلى الوجهة التي تخدم أهدافهم الدنيئة وتزيد من الخبائث وتخلأ على المنكر ثوبا ناعما، فسموا الخمر التي هي أم الخبائث سموها مشروبا روحيا، وسموا الزنا تعاطي الحب وما إلى ذلك من ألفاظ، حتى ظن بعض الشباب والشابات أن سوء الأدب الذي يقرؤونه ظنوا أنه أدبا، وأن الخلاعة والفجور والانحلال فنا، وأن الإجرام بطولة، وأن الضلال والغواية التي تتمكن من مدمن سماع الغنى الماجنة ظنوا أنها طربا، وأن التبرج والعري موضة، وأن البعد عن منهاج الله تقدمية، وأن اتباع منهاج الله رجعية، حتى نفر كثير من الشباب من كل خير واتبعوا كل شر، إلا من عصم الله ممن صغت قلوبهم واستيقظت عقولهم وسمت أرواحهم، فاعتصموا بحبل الله حتى حفظهم وصرف عنهم الغواية والإفساد. أيها المسلمون والمسلمات، إن من شر ما غزا به أعداء الإسلام أمة الإسلام ذلك الداء الوبيل، والشر المستطير أقصد بذلك تلك المتفجرات التي تشتعل بفتائل المأسونية، وهي الأفلام الهابطة. ولئن كان الحديث اليوم على مستوى الدول عن أسلحة الدمار الشامل يقصدون بذلك الأسلحة الكيماوية، فإن هذه الأفلام أسلحة دمار شامل يجب أن تحارب على شتى المستويات. عباد الله، جعلها كثير من المسلمين تلج بيوتهم مفتحة لها الأبواب، تلك الأفلام التي سلبت عقول الكثير من الشباب والشابات الصغار والكبار، بحيث يصبح المدمن على مشاهدتها عابدا للشهوات مجنونا بها، حتى رأينا مجموعة من الشباب والشابات يحاكون ما يرون من لباس أولئك الشرذمة، حتى استحكمت النعومة فيهم وأصبحوا لا يتحملون القيام بأدنى عمل، وانتشر السم بينهم، ويا ويحهم ويح الشباب من النعومة، إنها أعراض سم للشباب وشيكوا. ورأينا ما
من الشباب من يعبث بسيارته ولو فقد حياته أو أفقد الآخرين حياتهم من جراء ما يرى من تلك الأفلام. ورأينا ظواهر غريبة في بعض مجتمعات المسلمين في صفوف الشباب نتيجة رؤية تلك الأفلام، وهي عبث بعض الشباب بشعر رأسه حيث يجعله اليوم على قصة معينة ويوم غد على قصة أخرى، ويمشي حاسر الرأس فممتطيا صهوة سيارته، والضحية هن نساء المسلمين ومحارمهم. عباد الله، أخشى أن يأتي يوم نرى بعض الشباب يقلد رقصة فلان وفلانة والفساد لا يقف عند حد، فالسعيد من أخذ الحيطة والحذر وأبعد أجهزة الشر والدمار من بيته إلى غير رجعة. عباد الله، ورأينا في تلك الأفلام، رأينا من نتائجها أنها أصبحت سبباً في إثارة المشكلات الاجتماعية في البيوت المستورة، قد تصل إلى فراق الزوج لزوجته نظراً لأنها مدرسة للزوجة تدرسها التمرد على زوجها، إذ أن غالبها تكون المرأة فيها هي المسيطرة والآمرة لزوجها، وزوجها تابع لها، فتحاول المرأة ممارسة ذلك، وبحكم أن الله تعالى أعطى الزوج القوامة على المرأة يرفض الشهم من الرجال التنازل عنها فينشأ الخصام، فقاتل الله الأعداء كيف دخلوا بين الرجل وامرأته وهم على بعد. وأعجب لحال رجل يبذل ماله من أجل أن يشتري ما يسبب فراق زوجته. كم أفسدت الأفلام الهابطة فتاة في ريعان الشباب فأغرتها بسلوك طريق الخنا، إما بفتنتها بأحد من يرتادها من يرتاد الأفلام أو بأحد المقدمين أو غيرها، وذلك من خلال إغرائها بما يسمى حبا وهو حب هابط خسيس، وذلك حينما ترى في الفيلم شابا أو شابة قد ضرب موعدا واجتمعا وادعيا أن هذا أمر لا شيء فيه، وعلموها من خلال الفيلم أيضا كيف تسبك الحيل على أهلها للخروج متعللة لغرض لها وهي تريد طريق الفساد. وهذه أفلام الجنس، فبعض الآباء يلعب بالنار وهو لا يشعر، ويجلب لأهله الدمار وهو غافل عن هذا، والسعيد من وعظ بغيره. عباد الله، وهناك أفلوع من الأفلام، وهي الأفلام البوليسية والمغامرات التي تعلم الشباب الاعتداء على الناس وطرق الغش والاحتيال والسرقة والقتل وإرهاب الناس وترويع الآمنين من خلال الاستعراض بالسيارات والدراجات التي ربما ذهب ضحيتها أبرياء. عباد الله، ولم يسلم من صغر سنه من تلك الأفلام القذرة حتى من لم يتعلم القراءة بعد، وذلك من خلال أفلام تسمى أفلام الكرتون التي يعرفها من يشاهدها. هذه الأفلام تعتمد في معظمها على إثارة الطفل وجذبه بإحدى الوسائل التالية أو بها مجتمعة. أولها العنف، فكثير من تلك الأفلام محورها على الحرق والغرق وقتل ومخاطر بدون نهاية. وثانيها المكر والخبث اللذان يصبغ بهما كثير من محترفيها، مما يجعل المكر والخبث صفتين محبوبتين، إضافة إلى ما فيها من إفساد للعقيدة. ومع الأسف أن بعض الناس
جعلها مادة دسمة يتربى عليها الأطفال، حتى إن البعض جعلها وسيلة لإسكات الطفل إذا بكى. فالله المستعان. عباد الله، أما يتعظ أولئك الناس بما حصل من الضحايا التي تئن بعض البيوت منها من فساد للنساء وفساد للأطفال وغير ذلك؟ وأروني حسنة واحدة لتلك الوسائل الماكرة حتى يمكن أن نقول أن لها حسنة واحدة. ليس لها من حسنة إلا كما يقوله البعض أنه يقضي الأوقات فيها أو يقضي وقت الفراغ فيها. فيا سبحان الله، متى كان الوقت يقطع فيما حرم الله؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعل شهر رمضان شاهدا لنا عند قيام الأشهاد. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يقول سمعنا وأطعنا، واجعل ما سمعنا حجة لنا يا أرحم الراحمين. ونسألك أن تجعل يومنا هذا وما بعده من الأيام أياما سعيدة حافلة بطاعة الله، ونسأله في هذه الساعة أن يفرج هم المهمومين، وأن ينفس كرب المكروبين، ويقضي الدين عن المدينين، ويشفي مرضى المسلمين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخي المؤمن، ومن على منبر آخر ننصت إياكم إلى الخطبة التالية. ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من أخلاق المسلم الاستمرار على الطاعة، الاستمرار على الأعمال الصالحة وعدم الانقطاع عنها. والمسلم وإن كان يضاعف الجهد أحيانا وفي بعض المواسم يزداد نشاطه وتقوى وتعظم رغبته، لكنه لا ينقطع عن الأعمال الصالحة بعد ذلك. فمضاعفة الجهد في بعض الوقت والإكثار من صالح العمل لا يلزم أن ينقطع عن العمل بعد تلك الأوقات. فالمؤمن على طريق مستقيم ومنهج واضح، ذلك أنه يعلم
أنه خلق ليعبد الله، وأن حياته الحياة، وأن حياته لله وفي سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمنهجه في الحياة الاستقامة على الطاعة، لزوم الطريق المستقيم، لأنه يعلم أن الله يرضى منه ذلك، وأنه خلق للعبادة والطاعة، ولم يخلق عبثا ولم يترك سدى. فمنهجه الصحيح الاستقامة على طاعة الله، وليس لعمله زمن يحدده، ولا وقت يحدده، ولا شهر دون شهر، وإنما العمل مستمر دائما إلى أن يلقى الله. الصلوات الخمس في اليوم والليلة خمس مرات يلزمها دائما. أداء الواجبات الإسلامية يلزمه دائما. البعد عن المخالفات يبتعد عنها دائما. أداء الصلوات جماعة في المسجد مستمر عليه دائما. تلاوة القرآن وتدبره له نصيب في كل وقت. تهجد الليل لا يخلو منه، بل له نصيب منه. بذل المعروف والإحسان لا ينقطع عنه. يسمع الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويعلم أن هذا الأمر الموجه لمحمد صلى الله عليه وسلم هو موجه لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مسلم يعبد ربه ويستمر على العبادة إلى أن يأتيه اليقين، فليس لعمله انقطاع ولا انقطاع إلى أن يأتي الموت. إن المؤمن يستعذب الطاعة ويستحل الأعمال الصالحة، فهي أنس له وقرة عين له، بما ينشرح صدره وتطمئن نفسه، فلا يمل الخير ولا يزعم الخير ولا يغجر من الخير، بل هو على خير مستمر وعلى عمل صالح، يتبع الحسن بالحسن والخير بالخير والفضل بالفضل. أيها المسلمون، شهر رمضان مضى وانقضى، ونسأل الله أن يكون شاهدا لنا، وأن يتجاوز عما حصل من تقصير وإساءة فيه. شهر رمضان يأتي في كل عام مرة، يأتي بعد مضي 11 شهرا يأتي رمضان، ليهذب النفوس ويزكي الأخلاق ويروض النفوس على العمل الصالح، وينتشلها من كسلها وغفلتها، لكي يقوي فيها دعائم الخير، ولكي يرتقي بها إلى المستوى الصحيح. فهو شهر جاء ليهذب النفوس، ليزيل كل داء خبيث، ويستأصل كل مرض خبيث، ويزكي النفس ويربيها على الخير. فهذا الشهر
ميدان يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون. ولكن هل بعد رمضان يكون العبد انتكاس عن الخير وبعد عن الهدى؟ لا، بل رمضان مفتاح للخير، رمضان مفتاح للخير، باب للأعمال الصالحة. رمضان رباك وأعدك الإعداد الصالح، فخذ من تلك التعاليم وتلك التربية خلقا تسير عليه في بقية عامك، في بقية شهور العام. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيها المسلم، لئن كنت في رمضان تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها وتحرص على المسجد والجماعة فكن كذاك بعد رمضان. لئن كنت في رمضان تتلو كتاب الله وتدبر معانيه وتقف عند مواعظه ترغيبا وترهيبا، حرك الترغيب نفسك في الخير وأبعدك الوعيد عن الشر، فكن كذاك بعد رمضان. لئن كنت في رمضان رقيق القلب على المحتاجين والبؤساء فكن كذاك بعد رمضان. لئن كنت في رمضان تستحي أن تنتهك المحرمات فكن كذاك بعد رمضان. استمر على الخير واستقم على الهدى، وليكن رمضان مدرسة لك، وليكن مربيا لك، لكي تستمر على هذه التربية وعلى هذه التعاليم السامية من رب العالمين فتبقى مستقيما على الخير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم اسلم. فأوصاه بتلك الوصيتين إيمانا بالله واستقامة على هذا الإيمان. سئل بعض السلف عن قوم إذا دخل رمضان تعبدوا وأطاعوا الله وسارعوا للخير، فإذا انتهى رمضان رجعوا على أعقابهم، فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عبادة الصيام اختص رمضان بالوجوب فقط، وأما كونها عبادة لله فهي مستمرة في رمضان وغيره، إلا أن شهر رمضان اختص بوجوب صيامه وكونه ركنا من أركان الإسلام. وأما التعبد لله بالصيام فمستحب في غير رمضان، فإنه من الأعمال الصالحة، كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي، يدع طعامه وشرابه لأجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة يوم لقائه. أيها المسلمون، وقد شرع لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم في أعقاب رمضان صيام 6 أيام من شوال، شرعها لكم شكرا لله على نعمته بإكمال الصيام والقيام، شرعها لكم لتكون سببا لمحو ما عسى أن يكون حصل من تقصير وإساءة في رمضان، ولتجبر خلل الصيام، كما أن الرواتب عقب الصلاة يكمل بها نقص الفرائض. شرع لكم صيام 6 أيام من شوال لأن صيامها يدل على الرغبة في الخير وعدم السآمة منه، ولأن مواصلة العمل الصالح بالعمل الصالح من أسباب قبول العمل. فروى أبو أيوب رضي الله عنه مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وهذا من فضل الله، فإن رمضان 300 و6 من شوال 60 يوما، الحسنة بعشر أمثالها. أخي المسلم، إذن فيسن في حقنا أن نصوم الأيام 6 من شوال، وليست بفرض بل هي سنة، ولا يلزمك إن صمتها هذا العام أو العام الماضي أن تصومها هذا العام. فإن صمتها العام الماضي وتركتها هذا العام فلا شيء عليه، فهي سنة غير واجبة. لكن ما دمت قادرا على صيامها ولا حرج ولا مشقة عليه فتقرب إلى الله بصيامها، ويكون صيام 6 من شوال بعد قضاء فرض رمضان، بقوله: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. فلا تصام 6 من شوال حتى يقضى رمضان، فصومها رحمكم الله ومن غير اعتقاد لوجوبها، وإنما نافلة نرجو من الله ثوابها. وأسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق، وأن يعيد هذا العيد علينا وعليكم ونحن في سلامة وعافية وصحة ورغبة في الخير وبعد عن الشر. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين
فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصيام 6 من شوال يصلح أن تصومها مجتمعة أو تفرقها في الشهر كله، كل ذلك جدا. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم حيث أمركم أن تصلوا وتسلموا عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر عبادك الموحد، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم وفق إمام المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحدٍ الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحدٍ.